كل شيء. فضيلة الشيخ، هذه الأيام كثير من الشباب يواجه فتن الغلو والتطرف، ما فائدة هذه الملتقيات لمواجهة الغلو والتطرف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الغلو والتطرف يحصل في كل زمان، لكنه يقاوم بالعلم، بالعلم النافع، الكتاب والسنة. وإذا قوبل بالعلم ذهب وتلاشى، لأن الله جل وعلا يقول: فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله، ما دام كتاب الله بين أيدينا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، فإذا حملناهما وعملنا بهما فإن الله جل وعلا يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. لا نخاف، معنى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، وهما موجودان والحمد لله، موجود الكتاب والسنة، ولكن لابد من تعلم ما في الكتاب والسنة على الوجه الصحيح على أيدي العلماء وفي دور العلم التي يتولى التدريس فيها علماء مخصصون لها. فهذا هو الذي ينفع به ترويج الباطل والشبهات. فالله جل وعلا يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما دام كتاب الله بين أيدينا فإننا لن نغلب بإذن الله، لكن إذا تمسكنا به وقمنا به، ما عندهم هم إلا شبهات، ونحن عندنا حق، عندنا نور، عندنا هداية، هم ما معهم إلا شبهات وأباطيل. فإذا قابلوا هذا القرآن وهذه السنة على أيدي العلماء فإنهم مهزومون ومخذولون بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير. الله يجزاهم يا شيخ.